شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصوره اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسه، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي، اسمي كتب تحت كل صوره بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذه يا استاذه. نعم. الفنانه نهى جلال على التليفون، ودي رابع مره تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. نهى جلال نجمه الاغراء. هو في نهى جلال غيرها؟ دي عفوا مكسره الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، ازيك يا ناهد؟ أي أخبار حلوة تخصك أنا جاهزة. واخدة على خاطرك مني؟ هو أنا أقدر؟ مش عاجباكي؟ أنا بنشر الصور اللي موجودة عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وأنا غرق المجلة بيها. ده أنا أتمنى، ده أنا بوزع بيكي يا نجمة النجوم. مع السلامة يا حبيبة قلبي. هو أنا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانة تانية. أنا كنت فاكر إنها ممكن صورها تخطيفي كده يعني، على الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت، حضرتك مدرسة. وأنت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. إن شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. أستأذن. مع السلامة. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهى جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه نهى جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار، لكن انت عيني عليك بارده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، بصراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغال عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. وإنها غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورينها صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هديه. هي يا فندم شايفه ان حضرتك تشتري الهديه اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحه وذكيه. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسه الخواجه الفرنساوي باينه، والاضاءه 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال. مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة؟ معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام أنا كنت في درس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده، حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وأعيش إزاي؟
دخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زي وقال مني كمان، مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ انا نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. انت واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت اهبل يلا، ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش تقريبا يا استاذ. يبقى اللي باع له التعبين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل، واللي باع له التعبين يعرف يوصفه، ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت للبوليس؟ والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه. ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه. وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمه. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوبايه؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عمليه اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربيه يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشرا. ليه؟ هي الحداية بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون.
انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. انت مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذه. اخرس. تعرف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده، ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. صباح الخير. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السودي يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق، والاتفاق ماشي. وحياه امك. لا لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي انها ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور لجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي زفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورته واقعه على الارض، حواليها 4 جرسونات على 2 نسوان مالهمش لازمه على راجل ملوش هوا، يعني صوره ملهاش لازمه اساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيله عندك، بذمتك لو صوره زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبه اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها ان مستقبلك معايا انا مش في حته تانية. امال بيقولوا عليا الاستاذه ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. انا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركه العالميه للتجاره تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب رئيس مجلس الإدارة. لقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في ايه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليه بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ انت بتستعبط؟ انا هاخد 40. ما تنساش ان انا اللي في الصوره وانا اللي شايله المسؤوليه كلها. 40 و60 حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقه. ده شرف عظيم ليا يا باشا. والله انا اول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت اني مخنوقه. عشان كده اول حاجه عملتها بعت لك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك. انا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. انا هعتبر ده جميل وان شاء الله هرده لحضرتك بالشكل المناسب. ايه بتقولي ايه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل اعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم اكيد كان هيبيعهم لاي جورنال او مجله تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقله قيمه لضيوف سعادتك اللي هم كرمت المجتمع وكبار رجال الدوله وستاتهم. كويس ان حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا انا اشتريت النيجاتيف عشان امنع نشر الفضايح دي. عاوزة كام؟ 30,000. ألو. أيوة يا باشا. 40,000. العشرة زيادة تمن الإهانة. ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام.
عاطف. ادخل يا عاطف. ادخل يا وش المصايب. انا اللي وش المصايب ولا المصايب هي اللي بتتحدث عليا؟ الاوضه دي انا لسه منظفاها ومرتباها امبارح بس، لحقت تنكشها وتبهدلها كده ازاي؟ عايز افهم انت ايه يا اخي؟ هي دي الاستباعه بتاعتك؟ بقول لك ايه يا عاطف، انا مش ناقصاك، ولازم تفهم ان كل الايام مش زي بعضها. تعالي بس، عايزه خد بالك انا اختك الكبيره، يعني اقدر اضربك. كنت ضربتي اللي اترزق عليكي في الشارع. ومين قال لك ان انا ما ضربتوش؟ هو صحيح ما فيهوش اصابات، لكن اللي حصل بقى انما ده اخد حقه وزياده. لا والله يا وحياتك ما خد كفايته، انا هعمل لك فيه عمايل هخليه عبره لكل الناس، حتى عشان بعد كده لو عايزه تمشي في الشارع عريانه الناس ما تبصش عليكي خوفا وادبا. اختشي قليل الادب، امشي عريانه ازاي يعني؟ ما تتلم وتحاسب على كلامك يا بنت. بقول لو يعني انت هتمشي عريانه بجد مجازا يعني. هقول لك ايه، ما انت ديك البرابر. طب بقول لك ايه، انا عايز منك خدمه. ايوه اكشف عن نفسك، اكشف. عايز ادي هديه لواحد عزيز عليا قوي قوي قوي، وانت اللي تعمليها. صينيه بسبوسه. الله ينور عليكي، صينيه بسبوسه بالبندق وواحده كنافه بالقشطه، بس الاثنين يبقوا ايه، سوبر لوكس. هات انت البندق والقشطه وكل اللي يخطر على بالك، والصنعه سيبها عليا انا بقى، وعزه جلال لله لا اعمل لك صينيه بسبوسه وكنافه، الحلوان اللي بنى مصر ذات نفسها ما يعرف يعمل زيه. صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي قرف؟ مش قتل واحد، عايره بيك والحكومه مسكته. طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا بنت؟ مش جاي لي نوم. ابو قاعدة بره ليه؟ الرئيسة نايمة وطافية التلفزيون، مش لاقي حاجة تسليني. اتأخري شوية. اتأخري يا بنت شوية. حاسب هتقعد عليا. مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ دي نعناع. حسها وحش. دي زي القمر، ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقول لك ايه؟ هتيجي نبعد بره شوية كده. ونبعد ليها فرخ، اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقي انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز. طب اتغطي عشان برد يعني. ما يحكمش. جرى ايه يا بت؟ انا اللي هيتقلي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقول لك ايه؟ المخزن قدامك، واديك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت تمام يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك. يا بت ما يصحش كده. ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عنديش حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بنت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج؟ ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. كله بتعمله بتاعت الخرابات. الله العظيم. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه؟ ايه يا فرخ؟ عاوز ايه؟
عاوزك يا منيله ب80 نيله. عجايب، واحنا مش سبق وما اتفقناش؟ انا عن نفسي مستكفي يا روح امك، انا عاوزك لواحد صاحبي. يخرب بيت اللي جابوه، انت ناوي تشتغل شغلانه العفشه دي؟ فشر يا مدوده، ده انا موت من الجوع ولا اشتغلش شغلانه عفشه زيك. هي كل العباره ان في واحد صاحبي ملوش في الحريم خالص وعايز اقدم له خدمه. ما هي بتبتدي في الاول خدمه وبعد كده بفلوس. مبروك عليك، بس انا لا. مش فاهم يعني. انا مش من اياهم يا فرخ، ولو كنت من اياهم كان زمانك لقيتني في كافيتريات واوكندات وسط البلد، وعلى عينك يا تاجر، مش ناقصني حاجه، كم هدمتين عدين وصباع احمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وايه اللي حايشك يا اللي متبغداده؟ الله، ما انت طول عمرك شغاله في العفش والرخيص. بمزاجي، حره نفسي، اللي عاجبني اقول له اللي ما عجبنيش اقول له لا. مبسوطه؟ صاحبي اللي بكلمك عليه عذراء، ابيض يا ورد، يعني اي ست تدفع فيه فلوس. وانا مالي، هيدفع؟ انا عايز اعمل له مفاجاه، والحساب عندي وبزياده. الله يكسك يا ابن اللي ملهاش اسم في الدفاتر. شكله ايه صاحبك ده وفي اي دهي؟ قومي بس الاول البسي هدمه نظيفه واشطفي نفسك بدل ما تخش عليه زي يومين الغوله. اذا كان عاجب 5 جنيه مجمده وباخد مقدم. يلا بيت. جبت لك العروسه. مين دي؟ الحريم. دي حريم؟ والله ايوه. وجايبها تعمل ايه هنا؟ جايبها عشانك. عشان انا؟ دي المصيبه السوداء. عشان تهلس. هلس مع دي؟ مالها دي؟ عايز نقطفلك من فوق الشجره يعني؟ احنا اللي عندنا اللي موجود وقيع من تحت الشجر. عاجبك شيل من على الارض، مش عاجبك عض في الارض. اسمها ايه؟ مبسوطه. مبسوطه من ايه؟ لا هي اسمها مبسوطة يا عاطف، هي اسمها كده. اسمها مبسوطة. يلا بقى شوف لك أي ركنة ضلمة وخلص أمورك فيها. يلا بقى ما تبقاش كلح بقى، زق عجلك يلا. وخلصونا بقى. على فين؟ ارجع لي بالسلامة يا حبيبي. يابا كله يدلع نفسه بالعقل وبالاصول، اوعى تدلعها زياده لا تشمت فيك عزول. يابا كله يدلع نفسه. تي ترارات ترارارا. ايه تمام. ريحتها عامله زي ريحه المعيز. معيز؟ نبي انت ولا بتفهم بالفازليمه اللي متنعكشه في شعرك دي. يا عاطف، البت بتاعت اول مره عمرك ما تنساها، حتى لو نمت مع بت ملك الجان. ما ان شاء الله رجل النعجه تصحى ما تلاقيناش. استني خدي حاجه حلوه. الو. ايوه انا نجوى. وعاوز ايه يا امين الشرطه؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضره الامين، قول له مدام نجوى بتقول لك استحمل لحد الصبح وكل حاجه هتبقى عالي العال. مع السلامه. الو، صحتك من النوم؟ انا نجوى. اسمع، انت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكوره ده اللي اسمه طارق شعبان؟ ايوه، عاوزه شويه معلومات عنه. اول حاجه اديني عنوان بيت اهله. انا مش هتاخر، اركنها في حته قريبه. اتفضلي يا حاج.
خدي بالك مني. الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاج. احنا فين؟ ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. وانا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل ايه، لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع، بسالها مين ده يا بنت، لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. انا لو اعرف ان هي مخطوبه وبالذات لضرفه زي ده اكيد بنقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكره انت مين. حالا هيكون عندك فكره، بس مش الاول يبقى عندك اخلاق رياضيه وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبويه، ولا مش قادره تعرفي عليه عشان نضف زياده عن اللزوم؟ انت بتشرب خمره يا عبد التواب؟ انا نجوى كمال، لازم تشتري العدد اللي جاي من المجله بتاعتي، عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاحك، عشان جمهورك يعرف قصة كفاحك من الساحة في بلدكو للبار يا عبد التواب. تعال عزمني على درينك. سينجل بلاك. أنا لحد اللحظة دي بهزر معاك، لكن لازم تعرف إن ملفك الأسود عندي ومليان بلاوي. أنت عايزة مني إيه؟ مش عارف أنا عاوزة منك إيه؟ وحياة أمك اللي قاعدة هناك دي، أنت مش عارف أنا عاوزة إيه؟ عاطف ربيع مش كده؟ أديك فهمت. ما أقدرش أعمل حاجة معاه. تعترف. أعترف بإيه؟ إنك بعت له العربية. كده يبقى رحت في داهية، في محضر اتعمل الصبح هيطلع على النيابة. تروح القسم الصبح وتغير أقوالك، الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. إزاي يعني؟ جراية طروقة، أنت ليك دلالة على ناس كتير، ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، وأكيد مش هيقولوا لك لأ. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب. أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العمى ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنتِ مديتي إيديكي وأنت شلتيني من جهنم الحمراء. أنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يمين إني أبوس رجلك. وأنا شفت كتير، وخلي بالك إن ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف، وأديك جربت عيشت الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى انا عازمك على 10. لا مش هقدر يا استاذه، لازم اروح لابويا عشان اطمنه عليا. على راحتك. عملت ايه في العربيه سبب المصيبه؟ عربيه ايه بقى؟ يغور بيها دي نحس زي وش امه. صباح الخير، مالك في ايه؟ في حاجه لازم تشوفيها بنفسك يا استاذه. عاوزاني اشوف ايه؟ امتى تحصل وازاي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم، عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه يا استاذ هانم، وانا الصبح انا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه الحصل. ايوه يا استاذ هانم، الساعه 7 الصبح وانا منظف المكتب، جه هو خبط فتحت له، فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقه عائليه. خناقه عائليه تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مرايه؟ شكلك طالع من صندوق زباله. لا اصل الخناقه كانت شديده شويه. مع ابوك ولا مع امك ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ ما عرفتش تمنعه؟ الخناقه كانت في الشارع عند العربيه. ايوه. وايه المصيبه اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟
ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عامله سودا. خلاص بقى، اللي حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبه لي. هي مساله عبيطه وهايفه، بس بالنسبه للوالد والوالده غلطه كبيره قوي. ايه، سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحده في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ افندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العمارة، تقول له أنا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصة دي؟ النهاردة في قبض يا مدام. وايه المشكلة؟ الأستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع، وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول، بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عادل. اتفرج على الناس يا استاذه. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار. ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. يا جوعان. ايوه. محسن بيه الاهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك، ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا، قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين، وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي، شكرا. بعد اذنك يا فندم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي، فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوة، مش عارف ان كل حاجة ليها تمن. Thank you.
القاضي هتبقى دكتوره وهتشوف. هي ساعه واحده بس وهمشي. كفايه عليك قوي سياده النهارده. الفل يا فل. الحلو يلزمها فل حوالين رقبتها يبقى كانه الموز. انت شايفه كده؟ وانت مش شايف جامر دي بيضه وعينيها خضره. سامع يا معلم فرغلي؟ رجيني والنبي. رضيها والنبي يا معلم عشان خاطر. خربع على الحلاوه. ايه ده؟ ايه حلاوتك دي؟ يا لهوي. ربنا يخليها لك. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه الكروانة؟ هات، انا اشتريتهم مني كلهم. انت كنت فين يا بنت مدوخاني وراكي سبع دخات؟ انا هو اركبي. اركب روح فين؟ ما ينفعش. بتركبي يا بنت هو انا اخطفك؟ يلا عايزاكي في مصلحة. خش اطلع يا استفاوي. على فين ان شاء الله ست كروانة؟ على البيت عندي. عايز اتكلم معاك كلمتين على رواق. قلقانة ليه؟ ربنا يهديكي وتخلصي المسألة اللي أنا عايزاكي فيها. تحت عمرك يا ست الهواني. ست الهواني إيه؟ قولي لي يا نعناع، قولي لي يا كروانة. اللي تشوفيه. من الآخر كده عاوزاكي معايا بدل بهدلة الشوارع وقلة القيمة والشحطات اللي أنت فيها. شغالة يعني؟ ما ينفعش في الشغلانة دي، لا أرضى بيها ولا هي ترضى بيا. حكم. شغالة إيه؟ وأنا برضه هرضلك إن أنت تشتغلي شغالة؟ الشغاله هي اللي كانت واقفه جنبي دلوقتي اللي اتقبصت مشيت دي. ايوه. طب بصيت اللي كنت فاكراها من اهل البيت. طبعا عندك حق، لان كل اللي بيشتغلوا معايا اشيتهم بتبقى معدن وعالي العال. امسكي. انا عاوزاكي تشتغلي معايا في الافراح والحفلات. شغلتك عينك عليا طول الوقت وتخلي بالك مني وتساعديني في الحاجات الخاصه بتاعتي. اشمعنى انا يعني يا ست نعناع؟ ما في غيري كتير. من الاخر كده وشك حلو عليا، واليوم اللي بشوفك فيه بسهل الاخر سهلله. وخلي بالك هنغنغك وقشيتك معايا هتبقى معدن وهتبقي واحده من اهل البيت. الا قولي لي انت ساكنه فين؟ ها؟ ساكنه؟ ايه مش عارفه؟ لا ساكنه. اه فهمت، ولا يهمك، كل الدبر. ان شاء الله تسكني معايا هنا. هنا؟ هنا فين يا مدام؟ هتقعد فين؟ هي الشقة ناقصة؟ الله يسامحك، مش رد عليك عشان انت زي أمي الله يرحمها. إيه أمك؟ هو أنت اللي زيك ليه أم؟ أم سيد. وبعدين؟ ورقي. أمي على فكرة هي تبان كده رزلة، بس والله العظيم ما في أطيب منها، دي معايا بقالها 20 سنة. ها؟ وأنت قلتي إيه؟ أفكر أرد عليكي. ملوش لازمة التفكير. مفيش حاجة ملهاش لازمة يا ست نعناع. لازم افكر، وبعد ما افكر اقعد افكر تاني. اه لازم ادبر اموري واحسب حساباتي كويس. وهتردي عليا امتى؟ قريب ان شاء الله. مبسوطه؟ مش عايزه الف عليكي في الشوارع. مش هتلفي. طب قولي لي تعرفي توصلي البيت لوحدك؟ لا هجيب لك ورقه وقلم واكتب لك العنوان. ام سيد هاتي لي ورقه وقلم. عاوزك رابع مرة يتصل. اوكي حاضر. الو سعادة الباشا، ازاي حضرتك؟ ايه الغيبة الطويلة دي كلها؟ طبعا عارفاه، هو ده مكان حد ما يعرفوش. بس انا لسه مخلصة تمرين وجسمي كله بيشر عرق. اديني ساعتين بس واكون عندك. شكرا. مهمة جديدة؟ المهمات زي طلقة الرصاص، تتضرب مرة واحدة بس. أمال إيه؟ وظيفة محترمة في شركة محترمة. دي حاجة كويسة أوي إن حضرتك تفتكرني.
وجايب لي وظيفه كمان. الوظيفه دي حكومه ولا قطاع خاص؟ هو انت شكل وظائف الحكومه ولا مرتبات الحكومه تنفع معاكي؟ قطاع خاص طبعا. والشركه دي اسمها ايه وبتشتغل في ايه؟ مستعجله ليه؟ هتعرفي كل حاجه دلوقتي حالا. مبسوطة. جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لو شاطر اعملي زي طفي النور قبل. ليه؟ طيب ماشي. تجنن هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده اهو. هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يعملوا كده اهو. كده اهو كده اهو كده اهو كده 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 كده. الله يسامحك يا اللي ببالي. على مهلك حبني على مهلك، انا زيك عيني بتنده،
على مهلك حبيني على مهلك انا زيك روحي بتندهلك انا ناسية واعمل ناسية بس بص عيني بتندهلك على مهلك سوق على مهلك ستوب 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 فرامل لا 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 ما فيناش من الغير اصل الغيرة في الحب خطير لا 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 ما فيناش من الغير الباشا مبسوط ومفرفش جدا خطير. هتحتاج حاجة تانية؟ بقولك ايه؟ عندك ايه بعد الاكل والشرب؟ عندنا كل اللي يخطر على بالك. طب ما تجيب لي حاجة كده من اللي تخطر على بالك. نو نو ما فيناش من الغيرة دي اصل الغيرة في الحب خطير نو نو ما فيناش من الغيرة دي اصل الغيرة في الحب خطير انساها يا روح انساها واشطبها بالتباشيرة على مين يا ابني هتلعب على مين تعمل مشاكل على مين يا روحي هتلعب قاعد لوحدك ليه على مين تعمل مشاكل اديني ما بقيتش لوحدي احنا برضو بنلعب على قول لو عش ناكل تمام تمام تشربي ايه ويسكي ازازة ويسكي ماشي فاكراك اذكى من كده يا محسن يا اهواني هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشاء ده انت اهبل بقى عاوزه ايه عاوزه اعلان الغلاف الاخير بتاع المجله بتاعتي الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل فلله ولا فالك ظهر المجله فهمت بكام هتدفع اللي بقولك عليه انت هتفصل معايا ايوه كده خليك حلو امال سلام اي خدمة يا استاذ فين تهاني عندها ضيفة ولا الاستاذ عاوزاكي دلوقتي حالا معلش يا استاذ انا اسفة روح انت مين الضيفة اللي عندك دي بنت بتقول انها صحفية وجاية تسأل على الاستاذ عاطف بنت وصحفية اسمها ايه اسمها سلوى طب دقيقة كده وخليها تدخل صباح الخير صباح النور ايه ده كده طمنتيني على مستقبل الصحافة حلوة ورشيقة عادية سلوى ياسين الله اسمك حلو وده حقيقي ولا تركيب لا مش فاهمة يعني اسمك حقيقي ولا مقلفة اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ لا ده اسمي الحقيقي سلوى عبد العزيز ياسين وبتشتغلي في انهي جورنال في السهم عاطف كان بيشتغل هناك زميلته يعني اه تقريبا وعاوزة عاطف في ايه؟ عاوزة في شغل ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهرة التسول والبلطجة اللي في الشوارع وانا عايزة اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي وعاوزة عاطف هو اللي يصور الموضوع وش معنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم؟ لا ما انا مش عايزة اي مصور وخلاص ياخد لي كام صورة على الماشي عايزة يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حماية ليا ايه في حاجة حضرتك؟ طبعا عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير وشغل المجلة ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده ومهما كنت غالية عليه وقته ما يسمحش وحكاية التصوير دي خلاص مرحلة وعدت بس هو بيحب التصوير الحب حاجة والشغل حاجة لما انتي ما قلتليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى عاوزاه الليلادي او بكرة بكتير خسارة يا سلوى ياسين حظك قليل عاطف في مأمورية برا ومش هيرجع قبل يومين ثلاثة أكون خلصت التحقيق بتاعي بالتوفيق يا حبيبتي أنت لايقة على الموضوع اللي أنت بتعمليه وعلى الجورنال اللي أنت شغالة فيه أنت مش ناقصك اشتراكي برضو مش مهم بقى متشكرة قوي يا مدام نجوى سعيدة أني شفتك ونبقى نشوفك إن شاء الله رغم أن الفكر مختلف من الكلب عاوز يلعب بديب مش قادر يصبر
زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة. على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سيني اصلي من بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما يكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا أستاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة ان انا كنت بشتغل في جورنال السهم. اصلها جت تسأل عليك هنا، انت هربان منها ليه؟ هي قالت لك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس انا حسيت. طب وانا اهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكوا. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح طبعا اللي حضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم جاهز. هتسافر العجم، في حفله في فيلا سورها عالي قوي على حمام السباحه، فته ولحمه وممبار. على حمام السباحه؟ ايوه على حمام السباحه. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي أنا عامل ايه. ايه ده كله؟ ده نص عظماء مصر لابسين مايوهات. صحيح مين دول يا أستاذة؟ خلطة ما يعرفش يعملها غير خضر العطار. رجال أعمال. طب ما عادي. لا مش عادي. شايف الست دي؟ دي مرات علاء مجاهد رجل الأعمال، تعرفه؟ عارفه، مستورد القمح. أيوه. ودي بقى مرات شريكه عمرو أبو شامة. ده الظاهر إن الشركة مش في التجارة بس، وفي النتاية كمان تنفع. يا ساتر استر، عايز تدخلوه شخصيا؟ أهو الراجل ده بقى هو اللي سخني إن أنا أصور كل حاجة جوه بسبب صورة لي مرة جروني على الاسم. تحمد ربنا إنها جت على كده. هو الراجل ده مهم قوي كده؟ طبعا، ده بقه في ودن الكبير بتاعنا، ربنا يكفينا شره في الخزنة أكيد. يفضحكم في ديحة القطط على السلالم. هو جرى إيه في البلد؟ الواحد ما بقاش عارف الفرق بين الذكر والنتاية. ومين دول بقى؟ معرفش، بس زي ما أنت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجالة. أكيد هتنفع. وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير قوي. معرفوش، بس شكله راجل مهم. سرنا في يوم نعرفه وأكيد هيبقى لها عوزة. شاطر يا عاطف يا عطوفة، انت طلعت احسن من تقديري ليك بكتير. كله بفضل حضرتك يا استاذة. كده التلميذ اتفوق على المدرسة بتاعته والنظرة كمان. ان شاء الله هفضل كده على طول. انا كنت وعدتك ان انا عندي ليك مكافأة. اعتبريها وصلت. لا انت تروح تستريح في المكتب لحتى اما انا زبط اموري. طب ايه المكافأة؟ مش هقولك. عارف يا عاطف الإعلانات اللي في الشوارع؟ أهي البلد عاملة زيها بالظبط، فيها اللي بينور ويطفي، فيها اللي منور على طول، فيها اللي مطفي على طول. إيه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو إيه؟ جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك أنت كمان. أنا؟ أيوة أنت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير وإجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ تبقاش أهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جاية دي كلها شخلعة وفهلوة وخفة يد كمان، وأنا وأنت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي. أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت حبتيني مش كده؟ أنت مغفل؟ أحبك إزاي وتحبني إزاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج، بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، ما
مفيش احتكار. مش فاهم. يعني انا مش مراتك ولا حبيبتك عشان احاسبك. حضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش اكل غير وانا جعانة واكلتي خفيفة. انا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس اهم شرط فيهم ان مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف، انا قريت الجوع اللي انت فيه من نظراتك ليا اول مره شفتك. يا استاذ، انا جعان كل حاجه في الدنيا، عشان كده واحده واحده عليا شويه. ماشي. جراح على فين يا استاذ؟ بحب امشي في الشوارع بالليل وهي فاضيه، بعرف افكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. انا مش قلتلك اول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذة، دي واحدة من شققي اللي بأجرهم مفروش. تعال. ايه؟ ايه؟ مالك؟ ماليش، انا كويس. طب ادفي النور وتعال. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة. فتح أول واحدة لقاها مدودة، راح رميها. فتح تاني واحدة برضو لقاها مدودة، راح رميها. وبعدين راح طفي الشمعة وأكل التالتة. يا ابن المعفنة، بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلا. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسعيد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمة. نايمة؟ ده احنا قبل المغرب بشوية، هتكون تعبانة. يا ولية سرير متساوي زي الفل، هي فين؟ المدام نايمة في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسعيد؟ دي مبسوطة يا كروانة. تعالي يا مبسوطة، عاوزاكي. تعالي يا مبسوطة، ما تتكسفيش، أنا لابسة مش عريان. خير يا مدام، في إيه؟ مفيش حاجة يا بت، ده تين جايلي من بلاد النوب. وصفة كانت بتعملها ممثلة مشهورة أمريكانية اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا معرفهاش. ولا أنا والله، بس هعمل إيه؟ هما قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست أم كلثوم كانت بتغني لغاية ما ربنا افتكرها. اقرأي يا مبسوطة. احنا هنضحك على بعض. انا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين، انما انا بغني لشوية اوباش. استنى هنا يا اسطى بقى نص دقيقة. خف ايدك يا خميس. مساء الفل.
اهلا يا عمر، اموري؟ عايزة 2 كيلو كباب صافي من غير كفتة. ايوه بس لما مؤاخذة الكباب يحب الكفتة من الزيت. ماشي، هات كيلو كفتة لوحده، والطلب يكون وصاية كل السلطات، ماشي؟ والريش في الكباب تكون بزيادة. ماشي. الحساب بقى يا معلم. الحساب لما تستلم الطلب. ما لازم اجيب الحلو، عندي مشوار تاني. طب وماله؟ لما ترجعي بألف سلامة ومعاك الحلو نبقى نتحاسب، هي نص ساعة مش أكتر. ماشي. مش محتاجة يا حمام؟ لا، المرة الجاية بقى. ماشي يا قمر. اتعيط. ازيك؟ ايه مش عارفني؟ وانا توه عنك برضو، مهما الدنيا غيرتك ومهما عملتي في نفسك، ايه اللي جابك؟ مش انا قلت لك لما احب اشوفك هتلاقيني قصادك؟ طب والتاكسي ده معاكي؟ امال ايه؟ عزومه ايه؟ ما انا عشان ارجع بيه، عندي عزومه. طب ماشي. لا مش هينفع، انا بقول لك عندي عزومه لازم ارجع. يا بنت التكاسي مالي على الحارة رايحة جاية، نجيب واحد تاني. طيب ماشي. خد يا اسطى، معلش مش عايزة اعطلك، مع السلامة. ماشي. ما تشهر، جهزت الطلب؟ عزومة تاني. عزومة كباب عاملاها لزملاتي في السكن. بالمناسبة باركلي، مش انا بقيت اعرف اقرا واكتب؟ ايه ده، انا خدت 6.5/10 في الاملة. صدقي بقى انتي تستاهلي 10/10. مالك؟ مالك ايه يا بنت؟ انتي اللي مالك. مالك في ايه؟ مفيش حاجة. ايه عطف الشارع بيجري؟ الله، معلولة، تعالي ورايا. انت جيتي في الوقت اللي انا عاوزك فيه. طب ما انا كمان. عاوزك في مالك؟ ما كنتش كده، مالك؟ فكر الثانية بس شوية. عايز اطلع، عايز اطلع اقعد زي ما هي. زي ما هي. زي ما هي. عاوزك. كده جبت اخر. معايا يا عجز، يا سلام. تعال خد يا كلب يا وسخ. كده جبت اخر ما عندك يا انجس خلق الله، يا وسخ يا نجس. خلاص يابا، ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده، اللي حصل حصل وخلاص. خلصت روحك يا كلب يا نجس، حرام عليك، ده بطرح اكل عيش نجسه بوسختك يا كلب. كفايه ضرب بقى، غور من وشي، مش عاوز اشوفك في اي حته، والبيت لو شوفتك فيه انا هذبحك يا نجس. واحد الله حاج ربيع، انا كده بوحد الله، غور من وشي يا كلب. حصل ايه عاطف بينك وبين ابوك؟ ما حصلش حاجه، هو بيحب يتخانق كده ويزعق على الفاضيه والمليانه. من الساعه دي لا انت ابني ولا عاوز اعرفك. انت عملت ايه بس يا ابني عشان ابوك يغضب عليك بالشكل ده؟ ما عملتش حاجه يا حاج ابو احمد، انا سبت العربيه ورحت الخرابه اتصير. بتكذب وانت مفضوح فضيحه القطط يا نجس. فضيحه القطط كده بانت يا رجاله، كان معاه ست ولا راجل في الخرابة عم ربيع. هي ناقصاك يا ابن الهطلة انت كمان، عاجبك كده جبت العار لأهلك وشلت الذل وحطيته فوق دماغ خواتك البنات يا كلب يا وسخ. اللي يحبني يقول البيه في حياتك في ابنك عاطف يا ربيع، البيه في حياتك في ابنك عاطف. اخص عليك، امال لو ما كنتش متعلم
وبعدين الدق الوحش ده ماسكك من امتى؟ دق يا ابن البهيمه، ابويا ظبطني مع مره. ومين المره دي بقى يا ابو العواطف؟ وانت مال اهلك علشان نسالها؟ لا انت تروح تسال امك. يا لا انت ليه يعني، ليه قله الادب دي؟ تصدق ان انت ما تربيتش؟ بس 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 يا اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. الله الله الله، ريحة أحلى من ريحة أغلى بارفان. دي ريحة توسع الشرايين. بس دي أكلة تقفل الشرايين. مالك منكوش عليها الدنيا مبسوطة؟ منحوظة في محلها، شعرك منكوش مع إنك نازلة بيه متساوي. وحصلك حاجة مبسوطة؟ آه إذا كان حصل فحصل كتير. تعاركت مع سواق التاكسي اللي كان بيوصلني. عركة بالكلام ولا باللدان؟ بالاتنين. طب وإيه سببها العركة دي؟ الأجرة، الأجرة. الو، اهلا اهلا. طبعا عارفاكي، سمعت عنك كتير، ده كل الاوساط الراقيه بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك. اموريني يا حبيبه قلبي. انا مقابلتي سهله جدا، بس ممكن اعرف ليه؟ يبقى احسن مكان تقابليني فيه في مكتبي، انا بكون موجوده لحد الساعه 11 بالليل. تشرفيني في اي وقت. انا اللي تشرفت بمكالمتك. مع السلامة. عاوزة ايه دي؟ لازم تكوني اهم مصممة حفلات في مصر، جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. مرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناوية اسيب الشغلانة. ايه ده؟ حد يسيب شغلانة زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهة والجمال والشياكة وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دي لا كريم؟ كريم دي لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده، انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 او 3 في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا او بره. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش. الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي، بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني اصمم له حفله عيد ميلاده. عرضت عليه افكاره وما عجبتوش، راح شاتمني قدام كل ضيوفه. قليل الادب. وبعدين نجيلها اكتر واكتر، ابتكر حفله تنكريه لكل المعازيم. وايه الجديد في كده؟ ما اعتقدش انه في حد عمل حفله زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجاله قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا. ولما هو لا زعلانه ليه؟ كنت هعتذر لولا انه اهني اهانه تانيه اشد من الاولانيه. فضل يشرح في تفاصيل الحفله وفي الاخر بصلي وقال انت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكه بالمشروع؟ علشان انتقم لنفسي. وهتنتقمي ازاي؟ الحفله تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجله. وانا اللي كنت فاكراكي طيبه طلعت انا اللي طيبه. وانت بقى اللي هتصوري الحفله؟ لا، ما اقدرش انا اللي اصور، وفي اجراءات امنيه مشدده. بس انت لسه مسؤوله عن الحفله. ايوه. وممكن تساعدينا؟ كل اللي اقدر عليه هعمله. انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه، بس انا بقى اعمل كل ده مقابل ايه؟ دي مساله هنتفاهم فيها وانا تحت امرك. هو كده. انا بجد سعيده بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجله. صباح الخير. اهلا يا عاطف، اعرفك الانسه غاده الامير، اشهر مصممه حفلات في مصر. تشرفنا. الاستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجله. فرصه سعيده. مع السلامه. ورايا على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصه؟ اصلها حلوه. حلوه ولا وحشه؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك، انت بالنسبه لها كوم زباله. في ناس بترضى بالزباله. ولو بقينا نعرف نرد يا استاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل اعمال اسمه ادهم سليمان؟ لسه بدري عليا قبل ما اعرف رجال الاعمال. طب عاوزاك تسال عنه وتعرف كل حاجه. انت مش عارفاه؟ عارفة، بس مصر بتتغير كل يوم. أيوة أيوة،
مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب. معلش يا استاذ، اصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا انا لوحدي يا استاذ، وممكن تتاكدي بنفسك كمان. وايه ريحه الكمكمه والزناخه اللي ماليه الروف دي؟ ولا دي ريحه النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ انت كده دايما ظلمان يا رئيسة، واكبر دقيقه اظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. علي انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سالت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبه اسمنت. وناس تانية بتقول انه عنده يخت في البحر الاحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط الميه ومنه لسمك القرش. وعايزاني اصور بيت الدعاره اللي ناوي يعمله؟ لا انا اسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عماره ولا انت ناويه تبقي جوه بطن سمكه قرش. احنا ملناش دعوه بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا هبل؟ دي خبطه العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانت بتقولي ان احنا مش هنقربه؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المدعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم، هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعه الحظ بيخدم. مدير الاغذيه والمشروبات في الفندق ده انا اعرفه معرفه شخصيه، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت امرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب انتي مش بتقولي ان في تفتيش؟ اخش بالكاميرا ازاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفله بيومين، وهتكون مخفيه في مكان انت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. ولاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟ تحفه. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصه والمضروبه واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا أنا شاغل مخي في أي حاجة تخطر على بالك إلا دي. الخطوة اللي جاية صعبة عليا، مستحيل. أنت مش هتعمل حاجة. أمال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة، صحفي من قبرص. المهم تكوني مالية إيدك منه. طبعا مالية إيدي، ما هو من النوع بتاعك، بس قبرصي وبيقبض كمان. بس أنا أفضل بعيد، ماليش دعوة. عاوز أقول لك حاجة، ملك الغابة مش هو الأسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد، والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزة شقة واسعة. بقولك ايه، هو الدور كام شقة ومساحته كام؟ اه جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي اتقطع، ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم، انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سالني عليه. اللي يسالك قول له اه. هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجه بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، مفيش اكتر من عيون الحساد.
واضح ان انت ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعه ايه اللي داري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي انا بجهز ومحتاجه محررين ومراسلين ورؤساء اقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقولك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب، يلا نقوم ناكل. وانت طبعا هتبقي رئيسة التحرير ورئيسة مجلس الإدارة. رئيسة مجلس الإدارة اه، رئيسة التحرير لا. ليه لا؟ منفعش رئيسة التحرير جورنال سياسي، هيقولوا مالها ومال السياسة، وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والصالونات. أمال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي إزاي يعني؟ ده أنا ميح في السياسة. كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط، ويمكن أقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، أنا لو كتبت في السياسة هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. آه زيك زي غيرك، وشوية شوية تتعلم تكتب إزاي. طب وليه السياسة؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حتام مصر. برضو بسارية، احنا عاوزين نصطاد دولة. دولة؟ أيوة دولة. دولة تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها، ومفيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا ثلاثة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة، وأنا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها، صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ ايه انت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش، معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب، زغزغة. بقولك ايه، انا دماغي تقلت، اطلب الحساب ويلا بينا، مش عاوزة ابقى زي الست شفاعات بتاعة شباب امرأة. يلا متر. تعالى عندي ليك خبر هايل. اكيد مبيعات زدنا قد ايه؟ حاجه اهم، مضيتي مع الوكاله الدوليه للاعلان؟ برضو اهم. هيبقى في اهم من كده يعني؟ مبروك يا استاذ عاطف. على ايه؟ انت الريس اختارك تسافر معاه على طيارته الاسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو انا عمري قلت حاجه وما طلعتش جد؟ اكيد بيقرا مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا استاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديده. كون ان الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير، فده معناه انه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. اه طبعا طبعا. المهم بقى شكلك على الطياره. ما تلاقيش، هبقى اشيك واحد. لسه خايب. انت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك، لانه اكيد هينكشك. هو يحب ينكش اي حد جديد، ولو سالك عن حاجه ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سالت سؤال تسال السؤال اللي تحس ان هو عاوز يتساله، ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجه مضحكه وضحك، بس تكون لطيفه ومهذبه، سامع؟ انا مش عارف اودي جمالك فين. لا عارف، بس بتستعبط. انت خريج اعلام مش كده؟ ايوه يا استاذ. وعاوز تتمرن عندنا؟ دي امنيتي يا استاذ. تعرف ان علاء السروجي اللي بعتك ليا ده كان اصلا تلميذي؟ ليا الشرف ابقى تلميذ حضرتك، كنت عارف مدرستك. امتى؟ النهارده الصبح. روحتي.
الو عاطف، التحويل الاخير بتاع ليبيا كان بكام؟ 750,000 جنيه. يعني انت سحبت 250,000 جنيه؟ مالك يا نجوى، في ايه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ ايوه. وليه ان شاء الله؟ وانا بسالك، بتسحبي فلوس من البنك بتسحبتيها ليه ولا ما سحبتيهاش؟ هو انت هتعمل راسك براسي؟ جرى ايه؟ نسيت نفسك ولا ايه يا استاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان ممكن اقل ادبي وبهدلك. هي دي اخرتها يا عاطف يا ابن بتاع البسبوسه؟ ماشي، انا هلغي توقيعك من البنك، ومفيش مليم هيطلع من الجورنال ده بعد كده غير باذني. طب استاذن انا. هو انت لسه هنا؟ اقعد. قلت لي اسمك ايه؟ وليد يا استاذ. ابوك بيشتغل ايه؟ سواق قطر بس متوفي. شوف يا وليد، انت مستقبلك معايا مرهون بكفاءتك. هنبتدي بكره. متشكر، متشكر قوي. ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. اما نشوف. انا عاوزاك تنسى اي حاجه اتعلمتها في الصحافه. في مدرستي انا لازم نبتدي من الاول وعلى بياض. حاضر يا فندم. انا رايحه المهندسين، تعالى اوصلك معايا. متشكر قوي. تعالى ما تتكسفش. متشكر يا براحتك.